ماذا إذا أعلنت الانتخابات المبكرة وحظوظ عمران خان برأيك؟ سيد الفاضل، في حال تم الإعلان عن انتخابات مبكرة، إذن هذه الحكومة سوف تعود أدراجها. إقليم السن سوف يظل في قبضة حزب الشعب الباكستاني في الانتخابات القادمة، يظل إقليم البنجاب هو المحور الأساسي، ولكن بحكم الانقسام الموجود داخل حزب الرابطة الإسلامية من ناحية، وعدم امتلاك شهباز شريف الشعبية كما يمتلكها نواز شريف، وأساس نواز شريف لا يستطيع العودة إلى باكستان دون الذهاب إلى السجن. إذا تتكلم حتى إقليم البنجاب سوف يواجه في حزب الرابطة الإسلامية مشاكل جمة جدا، ربما سوف يعود حزب الإنصاف مرة أخرى لينتصر في إقليم البنجاب. أما إقليم خيبر بختونخا فسوف يكون تابع لعمران خان كالعادة، لا يمكن أن يصوت البشتون لغير عمران خان. عمران خان هو المرشح الأبرز حتى هذه اللحظة للفوز في الانتخابات القادمة. من أقرب منافس لعمران خان في الانتخابات المقبلة من وجهة نظرك؟ ربما حزب الشعب. حزب الرابطة الإسلامية الآن يعتبر حزب منتهي تماما في ظل الفرقة الموجودة حاليا، عدم وجود القائد نواز شريف، شهباز شريف عدم امتلاكه الشعبية، مريم نواز شريف ليست آهلة أساسا لتولي أي منصب حكومي أو وزاري. نتكلم كذلك عن حمزة شهباز كذلك. إذن هناك شخص واحد هو شهباز شريف. شهباز شريف ليس لديه تلك الكاريزما وليس لديه تلك الشعبية. حزب الشعب وحزب الإنصاف. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد حذيفة فريد، الإعلامية الباكستانية والباحث في معهد وايت نيوز، كنت معنا عبر سكايب ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا.